Good morning. اليوم أول نهار منوع فيه البرد كسر شوي وعينا ظهرنا لبرا ما بتحسوا هيك أزأزوا ولا دينيكن ولا سنينكن. وعي رائعة بنومة بتعقد، كان التخت كتير مريح، القعدة كتير كوزي، النومة بيوتيفل والوعي مع صوت الطبيعة، صوت العصافير. فتحنا الشباك الباب وظهرنا بلشنا نتمشى، صار يطلع هلأ بيطلع الضوء بعد شوي بعد شي ربع ساعة. زيت المطعم اللي تعشينا فيه مبارح إتوالي ميشلا هو زيته اليوم، الترويقة فيه الإزاز على الأطراف، ريفلكشنز لبرا، الضوء الأزرق والسما اللي عم بتبلش ياخد لونها، ترويقة كلاسي هاي أند عروي، أول ترويقة هيك رواق بكل السفرة. ومنقلع نهار شاتو دلالوار داي 8 ميشن نيتشر، مشوار بكفي. انواع الجبنه اللي عندهم اياها عظيمه، الجامبون السومون، مش بس هيك كانوا عم يحكونا امبارح على العشاء عن عسل بيعملوه هون، عسل كميات كتير قليله. انتبهتوا وفهيدي اول مره بنشوف عسل بهيك لمعه بهيك لون، هي انا اول مره. من ميل قاسي، من ميل كريستاليزي شوي، من ميل طري، فعم بزحط على السكين. هذا بينعمل هون. سيمي كريستاليزي، شوي مرمل على اللسان، ما بتحسه ابدا بحلاوته، حلاوته خفيف هيك، خفيف خفيف كمان بتشربه شاي الصبح. فيري اروماتيك، طلع عبال منخار. او ماي جاد، وقف كل شيء. هيدا كتير 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 طيب، كتير طيب. طعمه وزيت اساسا اذا بتحملوه بتحس انه في فرق، لانه بين هيدا وهيدا في فرق شي 400 جرام. كيف شو بده؟ بده شوية زبدة. الزبدة قصة، الزبدة انجويمنت. الزبدة مش الزبدة تبع السوبر ماركت بتستعملوها مع البيت، الزبدة قصة دومي سيل. بعدين الكريم اللي عندهم اياها اللي هن حاطينه هون، بين شوي مثل المايونيز بس برا البيض، مثل كريم فريش. رح نحط له موتارد انسيان، كترون ما تخاف بيعطوا الطعم. كملت الخبزة بالصوصات اللازمة، وهلا عليها شقفة جامبون، شقفة تانية الفرنساوي، ان ساندويتش دو ريف. ما بقدر اوقف من بعد ساندويتش تين جامبون نين سومون، ما بقدر اوقف. واذا طلبنا البيض من المطبخ سوبر بافوز، بافوز يعني ووتري على الاخر، مع الجبنه جوا كريير رابي ريل تشيز مش مغريت موتزاريلا.
ريل تشيز. اف اف شوية اف ساوتر كريس بابريكان. اميزنج اميزنج غورمي اكس. لك ولا غلطة، واحد بيوصل لهون بيجي بيرتاح بيتعشى بيوعى بيتروق، مش عم بيروح بينام، مش عم بيوعى جوعان، مش عم بيتغدى، بيتمشى بالبارك، بيعد الشجر، سبا. خلينا نلغي كل شيء نعمل سبا اليوم. لا ما عم بيقبل. Je suis Pauline Troplon, je suis responsable marketing et communication pour les sources de Cheverny. Rez-de-chaussée du château du Breuil. Donc, le rez-de-chaussée, c'est un ensemble de salons en enfilade, comme les châteaux d'époque. Ce château-là date du 15e siècle et il a eu des rénovations au 18e siècle. Aux étages, on a des chambres, pour le coup, c'est la partie hôtellerie. Mais le rez-de-chaussée a vraiment été choisi pour rester des salons de vie. Donc là, on a un salon pour les jeux. On peut venir en famille, jouer une partie d'échecs, jouer aux dames, jouer au baby-foot ou encore derrière au billard. Un peu plus loin, on a un salon de musique avec un piano à queue ou encore un tourne-disque pour pouvoir passer des vinyles. Et un petit peu plus loin, quand on continue la balade, on arrive sur le spa by Caudalie. بنسميهم نهارين رياحة إذا بدكم، بنسميهم نهارين
تتعلقوا بالطبيعة، فيكن سمون نهارين تكتشفوا الأكل، فيكن سمون نهارين بدكن إياه. النومة عن جد فعلا كانت عظيمة عظيمة، الأكل روعة، السبا هلأ شهيني، حسيت أنه إف يا ريت كان عندي وقت أكتر تنقضي نهار جديد هون. تمشي بالشجر بهالغابة، هالبيوت القديمة بترجعكم تقريبا 400 ل 500 سنة لورا، وبعدين بتوع الصبح بتشوفوا الضوء، الهواء، المي، العصافير، بتحسوا حالكم كونكتد مع 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 الأرض. فعلا اكسبيرينس بتنعاد إذا حدا عباله هيك تو ديسكونكت فروم المدينة والعجقة والخبصة. بيجي بيقعد هون يومين بيرجع جديد. Au centre de Cheverny, on a deux restaurants. Ici, on est dans le premier restaurant qui s'appelle l'Auberge. C'est une cuisine familiale au feu de bois. Beaucoup de plats sortent de la cheminée. Et le chef Frédéric Almès a choisi de proposer des plats réconfortants, des plats qu'on aime savourer en famille le dimanche autour d'un bon verre de vin. L'architecte Yves Collet a construit ce hameau du Marais comme un petit village de cabanon qui s'inscrit dans son territoire parce qu'on y retrouve vraiment l'inspiration de l'architecture locale. On a des toits en ardoise, des toits en tuiles, des toits en zinc, et c'est vraiment l'inspiration de la région qu'il a pris ici et qu'il a remis sur le cabanon. نحن عم نفكر كوبلز وقتها ما وصلنا اكيد لانه انا ونال هون، بس نسينا الاولاد، ومنشان هيك عملوا هيدا الفارم الصغيره كرمال الاولاد. فهون الاولاد بيستقبلون بحبون ويلكم، ففينا شي نهار نفكر نرجع نجيبهم لهون، بيحبوا كثير الحيوانات وفيهم يركضوا ينبسطوا يلعبوا بهالمساحات الخضراء الرائعه. نحن بنكون بسباب الحلو هون احترام الطبيعة المطلق، يعني في شغلة كتير حلوة، جازون كتير قليل، كتير استعمال للبحث، وعنا كتير مالش عم نشوفهم، وين ما كان في دايما كل شيء عم بجرب يقلد الناتور إذا بدك، هون مسميها نحن landscaping natural، مقلدين الطبيعة بكتير أشياء، بالتفاصيل الدقيقة، بالشوى تبع الشجر، بالشوى تبع المالش على الأرض، حتى كتير حلو هونيك كان في مطارح تيحطوا اشياء على الارض، جايبين الفواكه اللي بتقلب الطبيعه لما تروح كيف ما كان، هن جراوند كفر. هول اشياء كثير متعلم منهم. لاندسكيبنج كثير مينيماليست، ترندي، لانه استعمال الجراسز يعني الاشياء بتشبه القمح حاليا كثير ترندي لانه كثير حلوه. زياده على الفكره في مطارح بتشوف مثل جازون مكفشل، هو تما نزرع جازون عم نخليها مثل بريري، وعادي فيك تمشي وتتمشى من دون ما تكون عم تزرع جازون وتاذي الطبيعه. وين ما كان نحن عم نتمشى بنشوف مثل بسان ورانا، كمان اللي بيقدر اكيد مشكلة عالم فيها تكون عندها مطرح كواندو او بسان، هول كثير مهمين للطبيعه، العصافير فيهم يجوا يشربوا، وكثير مهم للحشرات المنيحه بتجي وبعدين لوحتها بتصير هي عم بتقاوم بالطبيعه، بنكون عم نحترم احترام مطلق. اللي بيقدر يعمل بسان بحاله مشروع يعمله. C'est vraiment une suite signature où on vient pour se prélasser pendant quelques jours, où on est coupé du monde si on le souhaite en tout cas. Et on y trouve un bain bouillonnant sur la terrasse qui est vraiment exclusif pour cette suite-là. Donc voilà, c'est un petit cocon au milieu de la nature, sur le lac, qui a vue sur tout le domaine. Au revoir et merci. On est ravis de vous retrouver prochainement aux sources de Cheverny.
من هون رح نبلش برمتنا بالشاتو دلالوار. شاتو دلالوار مش عم تذكر انه في تقريبا 3 ساعات سوق على باريس، فأهم شغلة لازم نعمل على قد الوقت المناسب، نعطيهم حقهم بس بسرعة نقدر نلحق نعمل قد ما بنقدر. شاتو دلالوار مثل ما قلت لكم في أكثر من 100 قصر فيكم تزورون، المشهورين يمكن 20 أو 25. رح نبرم قد ما بنقدر نفرجيكم الاشياء والروعات والعظمه والقصه بكل واحد وكيف بعضهم محافظين عليهم، وتشوفوا هالمنطقه قديش مهمه بفرنسا. اكيد سياحه، سفر، اكل وطبيعه، تتشوفوا كيف كل محل بيت على الحل ما له معنى اذا ما في شجره مناسبه والاخضر المناسب تل العصفور والحيوان المناسب يقرب. هول كلهم بنهار ببلش هلا. الفكرة انه واحد من الشاتويات القليل يلي هو شوفيرني اللي عنده هول الكلاب معروفة بتحضرون بالفلومة، في 120 كلب يلي هن بفلتون بقلب هالسهول. من شانيك لشاتو دلالوار كانوا يجوا يتصيدوا هون، بفلتون بهالسهول وبيركضوا وراهون لحديت ما يتعبوا الشوفيري او ما يطلع بيتصيدوا. عندهم 120 كلب، لاحظنا كوفيد وما بعرف ليش ما رح نقدر نشوفهم، بس تتخيلوا 120 كلب عايشين مع بعضهم بيتمرنوا كل الوقت على الصيد، ووقت اللي بينسمح بيروحوا. هلو شاتو دلالوار، وصلنا على يمكن الأهم بنظركم لأنه بتعرفوه مظبوط، تانت ايميلو لو شاتو دو موناسار دي بيك كاسل اوف كابيتان ادوك. هيدا هو تاني أكتر شاتو بريفي منزار من كل الشاتويات هالميات الموجودين. شاتو شوفيرني هو أساسي، في عندكم الإكسبو تبع تانتا، عندكم الكليب، وعندكم أكيد شيء كتير مهم زراعي رح نحكي عنه بعد شوي. شوفيرني هو first on the list. فلما بتجي على شوفيرني أكيد الكليب كتير مهمة لأنه شاس تراديسيونال. غير هيدا الشيء هون في عندهم أرز كتير مشهورين بالأرز، عندهم كمان كتير سيكويا، وعندهم جاردان على فرانسيز مثل ما عم نشوف اللي أساسية لتشوف الجاردان من هون ومن هون سيمتريك تيفرجي كمان انه روا هو القصه كلها هون. كمان هون في عنا لابيرانت كتير مهمه هلا يمكن نقدر نشوفها، وكتير مشهوره الاورانجري اللي عم نشوفها وين ما كان، سو عم ينعادوا الاشياء كلها. الاهم هون بوتاجي كتير ارز وكتير سيكويا. هذا اللي عم يطعميهم اسمه بيكر، واضح كان معه ابره ما بعرف شو شك ولا واحد منهم قديش عنده اوتوريتي عليهم. قعدوا وقفوا ناموا كله عم ياكلوا كلهم سوا، اللي بسموها هون للسوب ولو فيستان بوبليك، الكل بيجي بيتفرج ولا كلب عم بيعض التاني، صوت ما فيه، كل واحد بيعرف محله، كل واحد بيعرف رح يلاقي محل تياكل. اللي شوي هيك اخف ما عم بيلاقي له محل بنط فوق، البقيه بيرجع بفوت. في شغله لفت لي نظري حني بلشوا يرجعوا خلصوا، في شيء لفت لي نظري في سانك في معلمه على كم واحد هو واصل، عرف ما بعرف اي واحد قال له انت قرب شكو ابره ما بعرف شو هي فيتامين، وكلهم مقصرين وكلهم سكس باكس يعني على الركض. Thank you.
الشغله كثير مهمه اذا انتبهتوا لها، انه لانه عيد الميلاد عاملين كثير لها علاقه اشياء بعيد الميلاد، فتم واحد اذا جاي قبل ما يزهق ويقول ما انا شفتهم. شغله ثانيه، عاملين بارتنرشيب مع ليجو، اغلبيه الاشياء عاملين على ليجو، عاملين لا جوكوند كبيره، موناليزا، عاملين الشاتو الجديد والقديم ليجو، بتفوتوا بتشوفوا كيف كانوا يعيشوا من زمان، الارض الخشب اللي بتزيزي الاوض، هيدا شاتو حجمه منطقي يعني بينعيش فيه، يعني بينعيش فيه، مش مثل هوليكو ليك كتير كتير كبار. مظبوط من جوا حلو، بس شو لفت لنا نظرنا من جوا؟ الارزة الكبيرة. الارزة الكبيرة، في ارزة رائعة شفتوها بالدرون، وهلا رايحين عم تمشى صوبة حلوة. خبرك شغلة عن التكنيك هون، كمان اللي بيملكوا المطرح كان حابين يكون في جردان الفرنسيز مثل ما لازم، بس هن كان بدهم جردان الانجليز تيحسوا فيها كمان البرايفسي تبعهم. سو مشان هيك بتشوف الغابه بطل فيه هيك اذا بدك يعني ليني قويه، هون صار مطرح العائله، عملوه جردان الانجليز كثير كبير كمان. ممنوع نقطع، بس مش معقول ما نقطع. تنفرجيكم هيدي الأرزة اللي من 1870 تقريبا، عظمة عظمة. والحلو بشجراتهم كلهم سوا طوال مبلطحين، بس على العالي فرد جزع مش طالعين من وين ما كان، بوجه الشاتو ملكة الشجر. انا بحكي عن تانتان مثل كانه بعتبر انه كل حدا منا لازم يكون قاري تانتان، ومظبوط بحكي عن تانتان دائما برجع بخبركم تانتان ميلو، بتسمعوني بقول تانتان تانتان تنتين. كل انسان لازم يقراه، كل انسان لازم يحضر له الفيديو تبعه ان كان كبير ولد صغير. كثير بحب شو بيعمل، قريهم كلهم 10 مرات، كثير بفكر فيهم، كثير هيك اي جيت انسبيريشنز منهم. وتقدروا تفهموا نحن وين وشو عم نعمل لازم تكونوا قارين تانتان، لانه حاطيننا هون بقلب الكتاب وكيف بتصير الاشياء، شو صار بهيدا الشاتو اللي اسمه شاتو دو مولاساز. رجال اخترع تانتان كان سباق عصره، حكي بالراديو قبل، طلع على القمر قبل، عمل كثير اشياء قبل ما تكون اساسا بينت او انعملت، وفكر بكثير اشياء ان كان طبيعيه يعني واقعيه او ايماجينير. فساعات بتقرا هيدا الالستري بتعيشوا الدور وبتشوفوا قصص كثير حلوه، التحليل مين قتل مين، شو عمل، كيف فل، كيف طلع. ونقبص ما عمل شيء. نو مش انا. انت وياه واحد، بصورك انت وياه. بخبرك شغله، انا يعني كان مسكر سؤال قلبي عقيده، فكرت تحت اني تعملها يعني. انت ميلو منيح، واثنين هو اللي جاب المصاري تجابه الشاتو لكابتن ادوك ولتانتا وكذا، شو العلم بيطلع مصاري اوقات. شاتو دو فيل سافان مثل ما خبرناكم ما فينا نعملهم كلهم سوا، فهيدا رح تشوفوه من فوق. شاتو دو فيل سافان عنده واحدة من أكبر الكوليكسيون اللي لها علاقة بالأشياء اللي علاقة بالزواج، موجود بمنطقة كتير أساسية بين شوفيرني وبين شامبور بنص الحرش، ومعروف إنه الأولاد بينبسطوا فيه لأنه فيه كوليكسيون عن أشياء كمان لها علاقة بالأحصنة. مين واي نحن البطارية رح تخلص، رح نغطي نكفي مشوار. Thank you.
وين وصلنا؟ وصلنا على شامبور، وصلنا على واحد من أعرق وأعظم الشاتويات الموجودين بفرنسا ويمكن بأوروبا. وصلنا على شامبور يلي هو يعتبر ثالث أكبر قصر أو شاتو عند الفرنسوية بالحجم العمار. بس بتعرفوا أنه الأرض يلي هو عليها أكبر من باريس، من مدينة كابيتال، من عاصمة اللي هي باريس، تقريباً 50 كيلومتر مربع، وفي حوالي حيط كتير طويل طوله 30 كيلومتر، يعني بيروت جبال هالقد كبير. وهون كان يجي يتصيد وعمل شاتو، مش خارجين عاش فيه لأنه ما عايش فيه، بس كان يجيب معه أكثر من 30,000 شخص حيشي يجوا معه كانوا يروحوا يتصيدوا وهون بهالأراضي الواسعة. منشان هيك اللوار كانت مهمة. فرانسوا بريمير قضى كتير وقته هون. هو ليوناردو دافنشي عمل كتير اختراعات، بيناتهم الدرج اللي ما بيلتقى اللي كتير معروف، بعضهم اليوم عم بيطلعوا عم بيشوفوا شو معقول يكون حط الغاز أو إنيجم بقلب الشاتو. وبالآخر على السطح في كأنه مدينة يلي نعمل هون ما نعمل محل تاني. واحد من الأهم إذا عبالكم تزوروا شي حلو يعبي الراس وتقولوا فهمنا تقريبا التاريخ الفرنسي ومن 400 من 500 سنة، هيدا ما بيتقفى. إذا بدنا نفهم منيح شامبور منيح نعملها على الكلاش أو ربيت الخيل تنزور هالبارك. أنت حكيت عن مساحته، البارك كتير كبير، في كتير من النباتات يلي بفرنسا هي اندنجرد موجودين هون. أول شغلة تقلك أنتوني أنه هيدا وقت نعمل الروا ما كان باله بالحدائق، هيدا الجنينات اللي عم تشوفها ما كانت موجودة، هو بس عمل الشاتو. بعدين لما شافوا أنه هالمي كتير هون ما فيك تشتغل فيها، اشتغلوا كتير ليودوا المي ليصيروا يشتغلوا يصير في عندهم جاردنز. فهيك مع الوقت صار في جاردان بوتاجي، بعدين جاردان على فرانسيز عم شوفوا قدامنا اللي ما كان على وقت الملك، بعدين لوي 14 هو اهتم فيهم، رجع عمل الحدائق كلها ووسع. فرانسوا بريمير كان بس باله يجي لهون يتصيد، ما كان باله ابدا يزرع كل شيء عم نشوفه هون قدامنا. هون الجاردان على فرانسيز موجود من هالمال، في جاردان انجليز، بعدين في البارك الكتير كبير يلي فيه نباتات كتير عم تنقرض من هون. اهم شيء اقول لك انه ليتلي باخر 10 سنين نعمل وحده من اكبر ريكونستراكشنز للشتل، وزرعوا هون ملايين الشتل وين ما كانوا. عيام الويكانز اجى لهون ملك بولونيا اللي كان هو منفه، وهو هون اكتشف انه هالمي عم بتكتير عم بتضره لهذا الشاتو وعم ببلش يقشط. مشان هيك هو طلب انه يرجع يتزبط الشاتو. بعدها لهلا بيقولوا انه في مدينه تحت المي بينزلوا بيعملوا بلونجي ليشوفوا شو فيه. كتير من الغاز شامبور بتدفك بعد ما حدا بيعرف شو عمله. خلينا نفرجيكم واحد من الأحلى، واحد من الأعظم، واحد من اللي كل الناس فضلته، كل الملوك فضلته. قاعد فيه أكثر من 7 ملوك، أكثر من 10 ملكات، فيه 35,000 قطعة موبيليا وفن، هولي كلهم سوا موجودين هون. يعتبر مظبوط قصر، بس يعتبر كمان واحد من المتاحف الأساسية الوطنية، وعالم كتير تجي بتزوره. كمان واحد بالتوب 5 of the most visited castles بالمنطقة كلها سوا. حبوه كتير الملوك، عايشوا فيه بين 1300 تقريباً ل 1700. فبتفوتوا عليه أول ما بتزوروه يلي هو بلوا فوق هيدا الضلع حلوة، بتشوفوا عدة ستيل موجودين. الضيعة من فوق رح تشوفوها هلأ، مناظر حلوة، الأرميد كله زيت اللون، ما في ولا أنتين ولا ديش ولا سولر بانل ولا شي منزوع، برد شمينيات دايرين اللون الأحمر. يلا منظر من فوق. كيف نقطع هيك؟ بدك تفعل دغري. بدنا نخبر انه نحن بفيل فلوري، هيدا الكلاسي فيل فلوري، يعني بتجوا لهون فيها كتير بارك حوالي الشاتو. اكيد زوروا الشاتو بعائد مثل ما قلكم انطوني، بس روحوا شوفوا كل الجنينات، في اكتر من 10 هون لازم تشوفون. كل مطرح بهيدا الضيعة مرسوم لتكون فيها فلاورز بطريقة كتير حلوة. أنتوني أنا هون أكتر شاتو طلع بالي جيبك عليه، بعد في شونسون بركة، بس هون ليش؟ لأنه هون هو إذا بدك مطرح ما ببين وببلش كتير من ستيل لاندسكيبينج بالعالم. أول شي بتجي لهون في الأرزات اللي كتير حلوين، في بارك كتير حلو. مش بهيدا السيزن بيعملوا إكسبوزيسيون، بيجي ناس من أهم 40 حدا باللاندسكيبينج بالعالم، كل واحد بيطلع له جنينته ليفرجونا شو ترانز. وفي البارك يلي فيه بقلبه إكسبوزيسيون بيرمانانت، كمان تجي هون لتعيش الطبيعة. في كتير إكسبيرينسز حلوين، في مطارح بتفوت بالفوق، الشتل حلو، في جنينة على فرانسيز وفي جنينة على انجليز. هون لحدا بحب الطبيعة واللاندسكيبينج تعالوا هون.
هلا هون عم شوف حدنا بوتاجيه، كيف ما بتمشي فيك تتعلم مكتوب شو هن. من هيدا الميل اسمه الباك، في كتير أرز وفي كتير شجر، تحت كل وحدة إذا عم تتمشى بتلاقي ناس عارضين تحف بدالها كل السنة. بس من تاني ميل من الشتو هلا مسكر، كان لازم نجي بين شهر 4 وشهر 11، بيكون في معرض بتجي بيكون كله زهور كله أشياء حلوة، وبدنا نرجع نزوره أكيد شي نهار إذا أنت عازمنا. أكيد. هون ما عندهم أرزة، هون عندهم غابة أرز، هون عندهم 3-7، 3 هون 2 هون، نزرعوا تقريبا بال 1840 وبعضهم موجودين ويسمون أرب روماركابل، بعضهم موجودين وبيعتبرون من الأهم من الأعظم. كيف ما تبروا وانتوا تاخذوا صورة لهذا القصر بيطلعوا الأرزات بالوجه، بيسمون كل الناس بتسميهم لساد جوليبون. عم برجع أفكر إنه كل هالقصور اللي عم نقطع عليهم دايماً محل ما كان في ملك كان في أرزة، الأرزة بتفرج إنه الملك موجود، بتفرج عن قوة وبتفرج عن هالشجرة العظيمة، وأكيد ما كان عارف أو كان مفكر إنه رح أزرعها ورح أنطر 30 و40 و100 سنة ترجع تطلع هالقد. بس اللي زرعهم بوقتها يمكن فكر إنه هو رح يبقوا للتاريخ. نرجع بالتاريخ وبال 1750 مين اللي راح على لبنان جاب حبوب، جاب سيدز وإجا زرعهم هون وتلو كل الوار أرز لبنان. أنا ما كنت عارف إنه في منهم، يمكن قد ما نحن عندنا بغابتنا الصغيرة بفوق في هون. المهم نحافظ عليهم، المهم نحكي فيهم، والمهم يمكن شي نهار حدا يفكر يكتب عنهم كتاب أو يصور عنهم دوكيومنتير وين بيلحقهم من وحدة لوحدة لوحدة. نحن وين ما عم نلاقي عم نصورهم تيبقوا للتاريخ وما ينتسوا. امبرسيونون يعني امبرسيف. بكل الارزات اللي شفناهم لهلا كانوا كلهم طوال وبيفتحوا فوق. هي اول وحده بنشوفها على الارض وماشيه وزاحفه ومضاينه وماشي الحال، وتحتها في عشب، يعني في رطوبه في مي ومضاينين، صاروا من 1840 تقريبا. مزبوط. الزميل انطون الحي المهندس الزراعي بدار هيك خبر قبل ليش ترجع اكتبس حكيته انه عايشين لوحدهم مبسوطين، ما في زحمه، ما في تنافس، واخدين مجدهم وعم يكبروا. زياده كثره المي عم بتساعدهم، لانه عم بيشربوا شويه مي برات السيزون تبعهم، بتساعدهم يكبروا كثير بسرعه، بتحسوا انه شوي اكبر من ارزتنا. وزياده على الفكره انه هون الطقس قد ما نحن نفكر معتدل، ما في الهواء اللي بده يكسرها. هلا بتلاحظ اوقات كيف نازله، هيدا بروبلم الثلج، سو خليها تنزل على الارض، بس اعطيها فورم كثير حلو. ان شاء الله شي نهار نرجع نصور دوكيومنتير او حدا يصور هالارزات كيف طلعوا. اكيد حدا يعني اخذ شويه سيدز، صح، شويه بذر وجابهم لهون ووزعهم على كل هالناس، ونحن ما كنا عارفين فيهم، كنا عارفين وكنا نسمع انه في الشجره او الارز الاساسيه بامبواز. يعني بيحضرونا حكينا كثير على الارز، لازم يعرفوا انه نحن امبرست، لانه بكل اوروبا ما في ولا ارزه بالطبيعه، هذا كله مزروع، كلهم اجوا لهون اكيد. وقدامهم كان لكل هالملوك انه اكثر شيء بده اياها دغري حد الشتو تبعه الارز اللي بيمر. شانتال كولو دومون، جو ديريج لو دومين دو شومون سور لوار، جو سوي la directrice du Festival international des jardins, l'administratrice du château et j'ai aussi la chance d'être le commissaire des expositions d'art contemporain. Donc j'ai une vie très remplie. Domaine de Chaumont-sur-Loire et son château sont un lieu assez atypique puisque c'est un très beau château de la Renaissance qui a accueilli Catherine de Médicis et Diane de Poitiers et beaucoup d'autres personnages dont la princesse de Broglie qui était la dernière propriétaire privée du château qui organisait ici des fêtes extraordinaires en invitant des rois et des reines de toute l'Europe et même des maharajas qui venaient de très loin. Mais c'est aussi un lieu consacré à la nature et à l'art. Et pour la nature, nous avons le Festival international des jardins qui, chaque année, nous permet d'accueillir 30 nouveaux jardins sur une thématique particulière. Et la saison d'art nous permet d'accueillir des artistes qui travaillent sur la thématique de la nature. On a des œuvres d'Andy Goldsworthy, par exemple, le très grand
sculpteur qui nous a fait un cairn incroyable qui joue avec le végétal et le minéral. Tous les artistes, la plupart des artistes ont un rapport avec la thématique de la nature et posent des questions qui sont aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Chaumont-sur-Loire est un lieu très international. Il y a le Festival international des jardins qui nous permet d'accueillir des paysagistes, mais aussi des architectes, des designers, des artistes du monde entier. Plus de la moitié des participants viennent des États-Unis, de Chine, du Brésil. Il y a vraiment une participation internationale incroyable et Chaumont est considéré partout dans le monde comme un laboratoire, un observatoire des tendances du jardin. C'est évidemment moins visible en hiver, mais il y a énormément de personnalités. Il faut imaginer qu'entre février et avril, on a 150 personnes du monde entier qui créent des jardins. On a également dans le domaine de l'art des artistes comme Jaume Plensa qui est espagnol, comme Andy Goldsworthy qui vit en Écosse, comme Alain Atsui, le grand artiste africain. En tout cas, Chaumont, un petit village de 1500 habitants, attire des personnalités artistiques, qu'ils soient paysagistes ou qu'ils soient sculpteurs ou peintres du monde entier. Et c'est ce paradoxe de ce rayonnement international d'un village de 1100 habitants qui est particulièrement intéressant. هون عم نشوف المير فيجيتال بتستغرب انه احنا هلا عم نسمع فيهم هيدا الشيء انعمل بال1994 هيدا الشيء بدل شو كنت عم تقول مدام شوي انه شو ما هي تقريبا بتدلك شو راح يكونوا الترندز الجايين عالميا هذا مطرح للعالم بالطبيعه Les cèdres qui sont à Chaumont-sur-Loire sont des arbres tout à fait extraordinaires et notamment ceux qui sont entre le château et les écuries parce qu'ils ont été plantés en 1845 par un des propriétaires du château qui était aussi botaniste. Et donc ils sont très beaux, très anciens, et ce sont les grands seigneurs du domaine, en fait ce sont nos sculptures. قديش حبيتها هيدي المدام قديش المدام مهمة هلا بخبرنا مارك عنها وقديش عظيمة وقديش غيرت المنطلق والمفهوم الكامل بهيدا القصر قالت جملة كتير حلوة الأرزات منفتخر فيهم وهن التحف الفنية تبع هالجنينة حبيتها بعد أكتر Ce château a été construit en l'an 1000, puis il a été détruit par un incendie et reconstruit par la famille d'Amboise. Il y a des personnages importants qui ont habité ce château. C'est Catherine de Médicis qui a vécu ici de 1550 à 1560 et qui a donné ce château à la mort de son mari, à Diane de Poitiers, qui pourtant était très proche de son mari et elle aurait pu être plus sévère avec elle, mais elle lui a offert son propre château. Et Diane de Poitiers a vécu ici un certain nombre d'années avant d'aller au château d'Annette. Et puis si on continue l'histoire du château, il y a un personnage important au XVIIIe siècle qui s'appelait le Ray de Chaumont, qui a soutenu la Révolution américaine. Il y a d'ailleurs près de New York une ville qui s'appelle Chaumont, en lien avec notre château. Et on peut citer la dernière propriétaire du château qui a habité ce château de 1875, date à laquelle elle a eu le coup de foudre pour ce monument, et 1938, date à laquelle elle a vendu son château à l'État. Et c'est un château assez extraordinaire parce qu'il est plein de cette histoire, très riche. Il y avait les rois, les reines d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie qui venaient ici séjourner. C'est un des hauts lieux de la Belle Époque. C'est un lieu plein de fantaisie, plein de bonheur. Et c'est, je crois, sans doute ce qui permet cette mémoire nous permet de continuer à inventer avec les jardins, avec l'art contemporain. Et il y a quelque part dans l'ADN de ce parc et de ce château des éléments qui nous permettent toute cette inventivité. Sept, بمعنى الكلمة كلها. Sept Chantal, خلينا نسميها, يلي هي كانت تشتغل مع الدولة وكانت تشتغل بألمانيا وبإيطاليا.
نهار قررت انه خلص بترك كل شيء واجيت قعدت هون على اساس بروجي سنتين. سنتين صاروا 5 و5 صاروا 15 وهلا قاعده هون بالبيوت اللي شفتوهم مش بالشاتو، وقاعده تعطي كل وقتها لهون. هذا الشاتو اللي كان تملكه الدوله الفرنسويه، بعدين صار ريجيونال، صارت تملكه المنطقه، واجت هي تستلمه وتشتغل فيه. قصر كتير حلو وكتير مهم اكيد، بس اشتغلت على اكثر تجيب سواح اكثر، ومنشان هيك محطوط بالتوب 5 اكثر من الشاتويات اللي بينزاروا. مش بس تيجوا يشوفوا القصر، بس تيشوفوا الاكسبوزيسيون، فيه تاريخ، فيه فن، فيه زراعه، فيه كل شيء، والحكي اللي حكيته والكلمات اللي بتنقيهم. شو هالست شانتال جيمو، وعدناها انه الله راد نرجع بالصيفيه تنفرجيكم اياه بالالوان. وطلبنا انه يمكن فينا نكون بهذا الايفنت بشي طريقه، بنشوف. قبل ما نفل ستوب، اخذنا منهم 2 يو اس بي في عليهم فيديوز كتير حلوين، ببلشوا من فوق بكل السيزونز. يلا نحضرهم سوا. وصلنا عنا سبق ضد الضوء، عنا سبق ضد الوقت، بعد عنا 3 ساعات ونص سواقة على باريس. بس هيدا مش معقول كنا نفل بلي. هيدا الشاتو واحد من الأهم، أكتر واحد من زير، وهيدا الشاتو مش للدولة، يعني privately owned. هيدا أكتر واحد من زير، بيفوت عليه تقريبا شي 800 ألف شخص تقريبا بالسنة. اسم الله. خبرنا عنه شاتو دي دام. أول شي ما كان فينا نعمل شاتو دي لوار من دونه، شو نوصو يلي هو إيس قعدت فيه ديان دو باتي، قعدت فيه كاترينو ميديسيس، وكتير ستات، مشان هيك بسموه شاتو دي دام، لأنه كل واحدة منهم حسب طريقتها زادت عليه. فمعروف بكتير الجاردات 3 الأساسية يلي في 2 بضربوا عبادهم بين ديان دو باتي وكاترينو ميديسيس. خاصة هون أنا بعرف أنت بتحب الحيوانات، وخاصة الحمير في عندهم هيك مطرح كتير حلو، وأنا بحب كتير اللابيرانت يلي هون. بدي أقول لكم أنه هيدا الشاتو الوحيد اللي موجود على النهر، الوحيد اللي على النهر على المي، من الأرفع وجاي بالطول، شكله أتيبيك، منه مثل حيالة شاتو، ومعروف بشغلة كتير مهمة هو المطبخ اللي بتحته. مزبوط. هلأ يمكن هي منا الوار، هيدا هون النهر هو الشعر يلي هو بيقطع عليها، غير أنه المطبخ اللي كتير حلو ومهم. هيدا الشاتو فترات بالحرب صار كمان مثل المستشفى، بس الأهم لك أنه هون بيزرعوا
البوتاجيه تبعهم وبيزرعوا الفلور تبعهم، وبقلب البيت لانه هو بتملكه عائله كل شيء مزين معمول من هون، شايلين الفلور من هون، شيء كثير حلو جوا. تقطعوا للي دونور باركينج بالاخر تقريبا يمكن في شيء 200 متر وبتوصلوا على الشاتو، بتطلعوا على الشاتو بتقولوا زغطور مهضوم، بس هو مثل ما قلنا رايح بالطول. كل وحده من الستات او من الملكات اللي اجت لهون زادت عليه رونق، حدا عمر طابق، حدا حط هول على الوجه اللي بذكرونا بمصر ما بنعرف ليش، حدا عمل اللابيرنت، حدا عمل الجاردان، كل ملكه اجت وزادت رونق. بتعرفوا الخبريه هلا كنا بالشاتو اللي بدلوه مع بعضهم صاحبته ومرته للملك، كثير حلو من الاحلى. لحقنا صور درون على السريع على السريع، وهلا رح نفوت وقتنا على القد لانه بفوتوا 50 شخص كل مره، تنعمل برمي ونمشي نقطع من ميل لميل، واهم شغله انا راكد على المطبخ. انت سميتهم مرته وصاحبته، ما دخلنا مشاكل العيال هون. اهم شيء نقول انه كاترين دي ميديسيس هيدا الجردان تبعها لهون، وهون ديان دو بواتيه، نحن هون بالجنينة تبع ديان دو بواتيه، ما تغيرت من وقتها هي. هلا الديسان تغير شوي بس هيدا هو المطرح هون. هلا هون اكيد تتنحمى من النهر الجاي مع لينا، مشان هيك الجردان هو بشوفه تحت كله جردان على فرانسيز مرسوم كثير منيح، الزيحان بيربونديكولار على بعضهم، الزيح مبينه، الشتل يلي مستعمل هون عم نشوفهم عن تيج يلي هارين هن ايبيسكوس كثير مهروم، بكونوا حلوين بكونوا مزهرين. غير عندنا لوريتا عندنا بوكسوس وكله مقصوص جردان على فرانسيز عالمي. من احلى الصور ماي فيفرت اذا فينا نقول، بحبه كثير، بحب كيف معمول على المي، بحب كيف معمول بالطول. طلعوا فيه بتقولوا ارز 2 3 4 موجودين على بابه، كمان كمان الارز ما عم بيتركنا بكل الصور اللي عم نمشي فيهم. هيدا المحل كتير مهم، له دور كتير اساسي. اساسا بنبلش اول شيء شغله بجنينه، جنينه تخيلوا عم نحكي من 400 سنه، بتخيلوا الحيطان اللي عمروها وعلو الحيطان اللي عمروها كرمال المي ما تطلع عليهم. ما عم نحكي مثل هلا بتجيب تراكتور وبتركبهم، عليو عبوا تراب من وين جابوا الترابات تيقدروا يعملوا جنينه هون، جنينه هون، جنينه ثاني ميل. بعدين بتفوتوا في عندكم الحيط بالاول، يعني هو محمي ناتشرلي، مي بتلحقوا المي كتير قويه بتلف حواليه وبتطلع بالصيفيه بشتويه بترجعوا بتشوفوها. الجردان تبع ديان كان 10,000 متر مربع، الجردان تبع كاترين دو ميديسيس كان 5,000 متر مربع. هيدا المطرح الاحلى لتشوف الشاتو، هو معمول دائر يلي هي بسان، حواليه في 5 شقف صغار كلهم غازون بلوكسوس. هون كان في كثير لافاند كثير ورد وبعدهم لهلا، الورد يلي هون اسمه كلير ماتان، هيدا يعتبر من احلى جردان بالمنطقه كلها، بتشوف الشاتو من ميل وبتشوف من ميل البارك كله. هيك كانوا يتعشوا من زمان، منظر رائع. هالديكوراسيون بتنعمل كل يوم تتغير، مره بنهار ومره بالجمعه، ترى الناس اللي بتجي دائما يكون في شيء عم بيتغير. عم تتخيلوا كيف كانوا يعملوا هون لبال من زمان، وكيف كانوا يرقصوا، وكيف كانوا يعملوا عشاء. هون عندنا طول تقريبا 60 متر بستة عرض، كل هالشبابيك من هون ومن هون، هيدي الصاله الاساسيه محل ما كانوا يعملوا كل الحفلات. وعم تتخيلوا هالعشوات الطويله اللي كانت تصير هون، عم بيرجعوا يعيدوا زيت الرونق. برجع بذكركم انه هيدا برايفتلي اوند من عائله هون،
فبيعملوا كل هالزينة كرمال يحمسوكن ترجعوا وتزوروا كل سنة وتشوفوا إشي جديد. لك الشجرة شو حلوة. هيدا مطبخ، هيدا مطبخ. هون كانوا يعملوا كبة على السيخ، هون كانوا يجيبوا مي من النهر، حدا كان يقصقص أكيد كل شيء مثل خشبة الأصل عنا اليوم، اللحمة الطناجر بتكفي البرمة من هون لهون لهون، كل سكين أكبر من الثاني. بعتقد كانت يقصقصوا مثل أيام هلأ. هل منطقة اللحمة فيها سواطير، فيها خشب، المي كانوا يجيبوه لأن هون صرنا فوق النهر وأكيد كانت المي نظيفة من زمان. ومننقل على المرحلة الثانية، محل ما في الفرن وفرن الخبز. فرن الخبز، الخروف، صنقلية، الطناجر، هالشمينين العظيمة محل ما كان كل الهب يصير. بعدين كل الطناجر النحاس القديمة ومنفوت لهون. هون أكيد كانوا يلتقوا الشغيلة تيتغدوا، أو ساعات كانت بدها تهرب الملكة تجي لعنده تقول لهم طعموني شيء، لفوا لي سندويشة لبنة جعر. من هون كمان المي اللي بتجي من تحت والمغسلة. شان اعتبر هذا الشيء من 500 سنة، من 500 سنة كان عندهم مغسلة بقلب المطبخ، كانوا ينظفوا، كان السقف عالي، كان عندهم فرن. ما كانوا ينزلوا ينظفوا على النهر، عم نحكي من 500 سنة وأكيد الناس المعترة كانت تنزل تغسل من تحت، بس هون كل شيء موجود. مطبخ ثلاث مرات بيتي. مشان هيك عم بقول اجي لهون. بعد ما خلص بعد في اوضتين. هون كانوا يطبخوا، مش هيدا. هيدا اللي حطوه وقت الحرب العالمية الثانية كرمال بده يطعموا كل العسكر وكل الناس المجروحين. بس من هون كانوا يطبخوا في شمينات اثنين ثلاثة، كل الطناجر موجودة. لا مش معقول، هيدا حلم كل شاف. كان الأكل أساسي بهذا القصر. بس شغلة بعد ما خبرتكم عنها، كان من هون من هذا الشباك ينزل يصف البطو تحت ويطلعوا الغراض يلي يجوا على النهر. بدل ما يفوتوا أحصنة وغبرة كان هون يجيبوا الغراض ويبلشوا شغل. شاتو دو لوار زيارة رائعة. أنا تعلمت منها أنه الطبيعة قبل الحجر والطبيعة قبل الإنسان. مزبوط كنا نجي لهون وبعدنا بنجي لهون بنقول الصورة العظيمة، بس مننسى مرات نطلع على الطبيعة ونشوف الطبيعة قديش مهمة وقديش الصخر ما له معنى لو كان مثلا بالصحراء. هو كل شيء حواليه بيعطي قيمة 100%. مش تنزيد عليك، بس كأنه هالملوك كانوا يعرفوا كتير زمان إنه بدك تروح بدك تفل من صخب فرساي والمدن بدك تجي على الطبيعة.
هيدا اللي بيبقى بالاخر. ياريت كلنا نتعلم من هذا الشيء انه الناس بتزورك وين ما كان، ايه للقصور بس للطبيعه بالاول وبالاخر. مش النيتشر كان فيها تكون اطول اكيد بس بده وقت اكثر، كان فيها نعمل 20 ما لحقنا، ما هول هن يعني ركضنا من الساعه 7 الصبح لهلا بلش التعتم، وبعد عنا 3 ساعات سوق على باريس تنرجع لانه بكره اخذين طياره وراجعين على لبنان. مش النيتشر بالشاتو دو لوار بتنعاد بالكات سيزون، بتنعاد بالصيفيه، بتنعاد بالخريف، بتنعاد بالربيع اكيد. وان شاء الله اليوم تكونوا هيك اخذتوا فكره عن شو فيكم تعملوا هون، واذا عم بتقولوا وين بسافر صيفيه الجاي اعطينيكم فكره. صح، نحن وصلنا للكوتا اللي فيك تتحملنا فيه فبكفوا. بذكركم انه قعدنا اليوم كل نهار بلا اكل بعد ما تغدينا وبعد ما تعشينا. انا كنت كتير مبسوط يعني، عملت لي انت اساس مش نيتشر، انا ما كنت متوقعه. فهيدا خاصه انه امبارح ضيعت كل النهار من دون اكل، بس الحلقه رح تكون ورثت سبع تزر منك ومنهم وكل شيء، انه رح تكون نن نفوت حلقه بكمله. لا بس انا سبع رح ينبسطوا. صح مارك، انا بدي اقول لك انا تعلمت كتير. تعلمت اول شيء اكتشفنا الارزيت وما كنا عاملين حساب. انا عملت اول مره بحياتي ميشلان ستار، كان كتير حلو، ولب كان خيالي. تعلمت كتير انت عم تفسر على الاكل هالمره، ركزت كتير على شو كنت عم تقول، فبتصور كتير it was very informative لإلي lessons بالتهيدا، حبيتهم كتير. شاتو دو لوار عملناها بطريقه كتير حلوه، بحس لازم نرجع في كتير شيء ما نعطيها وقتها. صح، وما بعرف لازم نعمل حلقه انا وياك قبل اخر السنه نفصل السفرات شو تعلمنا من كل وحده. فيرساي تعال حبيناها كتير، شاتو دو لوار لايك نيفر بيفور، هي تاني مره انا بعملها بس هالمره كان غير. البرمة الكريب او ماي جاد، هيدا الساندويتش الاتركات كمان او مون ديو. مش نيتشر بتخلص 8 ايام، بدنا نقول لهم لكريستيان ونال ثانك يو، تحملونا يعني ات واز كثير مش روبو. صح صح، عيطنا عليهم وركضوا ورانا وما عملوا شوبينج. صح، ولا مطرح. ومنيح انه نال عم تصورنا بس كثير بعيده ما عم تسمع شو عم بقوله. مشوار بيخلص هلا من المطار، الطياره فاولة، الناس حوالينا خوات جنون، عشان انت عم تقطع. حبينا نخلص الحلقه معكم هون تنقول لكم انه لبنان عم نعيد عيد ميلاد بلبنان والناس كلها عم تطلع علينا، بس انه انجوينج. تمام، يلا سي يو نيكست تايم. Bye.